أينما كنتم لكم التحية في كل مكان، تحية الصحة والعافية للجميع. فقرة صحة وعافية وصحة المرأة الحامل أيضا هي من ضمن هذه الفقرات ومن ضمن فقرات هذه الحلقة الصباحية. نتابع ونعود. الحمل عموما بيمر عليه بالثلاث مراحل، بنقسمه كده عندنا 3 شهور الاولى و3 شهور في النص و3 شهور الاخيره. كل فتره عندها متطلبات لازم المرأة تلتزم بها. من الحاجات اللي لازم تعملها لي المرأة في الشهر في 3 شهور الاولى انها لازم تتغذى كويس، تهتم بتغذيتها وتتغذى بشنو، مثلا تستبدل الاكلات المغليه بالمشويات، تكسر من الخضروات من الفواكه، وبرضو مفترض تتريض بس الرياضات الخفيفة زي المشي. وفي حاجات لازم في الرياضة بالذات، أنا بوجه رسالتي للنساء الحوامل الرياضيات، إنه مثلا عندك رياضة ضرب الكرة، الجامبينج، الجري، الرياضة العنيفة دي تبطلها، مش ممكن تتريض سباحة فقط أو مشي، الرياضات الخفيفة، وتهتم بتغذيتها زي ما قلنا وعلاجاتها، تأخذ الفترة الأولى الفوليك أسيد لأن الفوليك أسيد مادة أساسية في تكوين البيبي وبيعوض كثير وبيمنع كثير من المشاكل الخلقية في الفترة الأولى دي. برضو حاجة مهمة للحوامل السودانيات بنقول لهم ابتعدوا عن ارتفاع درجة الحرارة، لأنه درجة الجسم 37 البيبي بيتخلق في درجة جسم ربنا سبحانه وتعالى خدتها كده، فإحنا من نزيد درجة الحرارة برانا بالمويه الدافية بالحياة السودانية اللي بنعملها نحن، فبنزيد نمو الجنين، تكاثر الخلايا، فالحاجة دي بتأثر يعني يمكن تؤدي لمشاكل خلقية أو يؤدي لي برضو ممكن يؤدي للإجهاض. وبرضو أنا بقول للمرأة في الفترة الأولى دي ما تشيلي تقيل، حاولي خففي في البيت حركتك، ما تجيفي كتير وما تشيلي أوزان تقيلة، اشتغلي في بيتك لكن بس شغل على خفيف، حاولي أي حاجة تقيلة ممكن ترهقك ابتعدي عنها. عندنا الفترة في النص دي الفترة احنا بنخاف منها من ارتفاع الضغط وارتفاع السكر، فالفترة دي لازم أن المرأة تكون عندها متابعة لثيقة مع الدكتور بتاعها. وأنا بنصح الحوامل إنهم يتابعوا مع الأطباء أو أتليست زول يكون عنده خبرة، أتليست يقدر يقيس لك ضغطك، يفحص لك السكر، يفحص عينة البول، يشوف الزلال، يشوف المشاكل دي. ففي كثير من العيانين الواحدة بتقول لك أنا متابعة ما أعرف متابعة وين، تجيك لا عاملة فحيص لا عاملة لا حتى عاملة موجات وتقول لك أنا كنت متابعة. فبليز الناس تهتموا بالحتة دي. الفترة الأخيرة من الحمل هي فترة بنصح فيه المرأة برضو بالمتابعة، وأهم حاجة في الفترة كلها الدم.